وعدنا لكم بالجديد والمفيد كالعادة قناة حلويات أم عبد المغيث، ورحب بكم وتقترح عليكم وصفة فعالة جدا لعلاج الإنفلونزا والرشح، وكذلك تقوي المناعة لمن يهمهم الأمر، خاصة للجالية المغربية المقيمة بالخارج وخاصة إيطاليا التي نرحب بكم. حلقة مميزة من بين الوصفات الشعبية القديمة التي لها سنوات وسنوات من وصفات الجداوات. ننطلق معكم بالجديد والمفيد على قناتنا قناة حلويات أم عبد المغيث، القناة الأولى في المغرب التي تتميز بالمصداقية التامة في وصفاتها. ابقوا معنا، نتمنى لكم فرجة ممتعة، ونتمنى كذلك أن تكونوا ضمن متتبعي قناتنا وكذلك فيديوهاتنا اليومية، وتكونوا كذلك من ضمن الأشخاص الذين يجربون كل الوصفات. هيا بنا وتنطلق حلقتنا معا وفرجة ممتعة للجميع. نبدا على بركه الله الحلقه ديالنا، وكيف ما عودناكم وكيف ما ولفناكم غادي نتقاسم معكم مجموعه ديال الفوائد والمقادير اللي غادي تكون مضبوطه 100% بخصوص الوصفه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا مكونه غادي يخفض لنا نسبه السكر في الدم اضافه للفوائد الجمه ديالو واللي غادي نتعرفوا عليها مع بعضياتنا، كذلك غادي يساعدنا على امتصاص جزيئات الكوليسترول الضار وغادي يخلصنا منها، إضافة إلى ذلك أنه يخفف الوزن الزائد ويدخل في العديد من أنظمة تخفيف الوزن. علاش؟ لأنه يحتوي على مجموعة ديال الألياف، وكذلك يحتوي على مجموعة ديال المكونات اللي غادي تساعدنا باش غادي نحسوا أول شيء بالشبع، غير كمية قليلة منه، وكذلك غادي نفهمنا بزاف 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 بالنسبة المشكل ديال الامساك، بحيث انه غادي يخلصنا من مشكل ديال الامساك او ما يسمى بالقبض. يعزز وظائف الجهاز الهضمي بما فيها حركة الامعاء، وكذلك غادي يخلينا اننا نحس باننا في راحة تامة من مشاكل القولون، بحيث انه كيخلصنا من السموم الضارة، وكذلك كيشجع او كيحبس تكون ديال الخلايا السرطانية. وهنايا كنتكلموا على مجموعة ديال المشاكل اللي كيعانيو منها أشخاص كتار 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 للأسف الشديد. من بين فوائد مكونة كيوقينا من أمراض القلب الناتجة على احتوائه على مجموعة ديال الدهون الصحية الغير المشبعة، وما نساوش بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال الأوميغا 3 أولا أوميغا 3، غادي نقول لكم بانه ماشي غير الاوميغا 3 اللي فيه، انما حتى الاوميغا 6، بحيث انه غادي يوقيكم من امراض القلب والشرايين وكذلك مضادات الاكسده والامناج، كما انه مطهر للجسم من السموم ومن مشاكل ارتفاع ضغط الدم بسبب احتوائه على عناصر كثيره من بينها البوتاسيوم، وكذلك قليل بالنسبه للصوديوم، بحيث انه كيوقينا من مشكل ديال ارتفاع ضغط الدم، لكن ناخذوه بكمية معينة او محدودة. هنا يسمحوا لي بالنسبة لهذا اللوز خديته قسمته على جوج، واكيد كيف ما كتشوفوا معايا حمرته في واحد المقيلة فوق البوطة على عافية مهيلة، غادي نحرك شوية ونخليه حتى يبرد تماما تماما تماما، وكذلك نخليه تيتحمر ليا من الداخل باش تجيني هذيك القرمشه اللي بغيتها في الوصفه. هنا غادي نحتاج تقريبا ربع كاس من اللوز، غادي نضيف على المكونات او غادي نحتاج اضافه لهاد المكونات بصل كيف ما كتشوفوا معايا احمر، بحيث انه كيعالج مشاكل اضطرابات تنفسيه كالربو والسعال، وكذلك كيوقينا من المشاكل ديال سن الياس مما تاثر سلبا على جهاز المناعه، كذلك كيوقينا من الجذور الحره او كيحارب لنا الجذور الحره وكيحفز
الجسم ديالنا باش تكون عنده مناعه قويه. غادي ناخذ جوج بصيلات اللي غادي يكونوا حمرين كبارين جدادين. من بعد ما نقيتهم غادي نقطعهم بهذا الشكل. فوالا كيف كتشوفوا معايا. غنوضعهم في واحد المقيله ونضيف قليل من زيت الزيتون. فوالا غادي نوضعهم فوق البوطه باش غادي تشحروا اولا يتحمروا. شوفوا معايا بالنسبه للعافيه كتكون مهيله. وغدا وغدا نبدا نضيف التين اولا ما يسمى بالشريحه الكحله اولا الشريحه السكريه على حسب نتوما واش متوفر. لقيتو الشريحه السكريه يكون احسن وافضل، انها فعلا فعلا كتوقينا او كتكون فيها منافع احسن وافضل من الشريحة. احسن من الشريحة الرومية. فوالا هنا كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما حسيت بها تحمرات نص تحميره، وهنا كان غادي خصني زلافه اللي غادي تكون عامره كبيره مقطعه طريفات رقاقين اولا صغار. غادي نضيف معها مكون اخر اللي كيتعتبر مضاد حيوي طبيعي واكيد اللي غادي ينفعنا بزاف 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 في الوقاية من مشكل ديال الفيروسات، من مشكل ديال الجراثيم، وكذلك من المشاكل التنفسية. وللأسف الشديد ما بقيناش كنستعملوه بالمرة. مكون من بين الأعشاب اللي كيف ما تنقولو فوائده كثيرة كثيرة كثيرة، غير هو كيف كنوصيو دائما يكون خضر في اللون ديالو او لا يكون جديد. كيعمل على تعقيم الجسم وتخفيف الام الراس وتقويه الذاكره وكذلك علاج الالتهابات. علاج الالتهابات اللي تتكون في الجسم ديالنا او اللي كنشعروا بها. كيعالجنا الغثيان ونزلات البرد، والاهم من هذا الشيء كامل مطهر ومحفز لوظائف المعده المختلفه. كينوض بزاف في المناطق الجبليه، وكذلك رائحته زكيه وقويه. كيساعدنا في علاج السعال الديكي، الربو والبلغم، وكذلك خروج المنخاط الشعابي، وكيهدئ الشعاب الهوائيه. كيلطف كذلك هذيك البحه اللي كتكون في الصدر ديالنا، وكيعالج مجموعه ديال الغازات اللي كتكون في الجسم. اكيد خدمنا به وصفات كثيره بالنسبه للقولون، واللي غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. اضافه لهذا الشيء كامل من بين الفوائد ديالو انه كيتستعمل في علاج مرض السكري،
وكذلك يعمل على تنقية الجسم ديالنا، تفتيت حصوات الكلي، والأهم من هذا أنه كيعمل كحافظ لمختلف اللحوم والتتبيلات. عرفتوه ولا لا؟ كيف العادة تحفيز لكم. أكيد ملي جبت أنه كيتستعمل في التتبيلات غادي تكونوا عرفتوا، لأنه من بين الأعشاب المهمة في المطبخ اللي كنصحوا بها أنكم تدخلوا في جميع الوصفات. هذه من جهة. من جهة أخرى كيف ما تنقولوا، من الأفضل ومن الأحسن أنكم تستعملوه خاصة إلا كان طري أو لكان أخضر، إنه الزعتر أو زعتر على حسب أشنو توفر عندكم. غادي نحتاجو ملعقة صغيرة منه. غادي نخلط المكونات جيدا كيف كتشوفوا، نردها فوق البوطة، ما تخليوهاش تحرق بالمرة، غير تقلمل وتدبل ليا هذيك البصلة وما تبقاش تبان. غادي تاخدوها من الليل ليل، وغادي تضيفوا عليها ملعقة ديال الفوي اللي كنتو كتعانيو من المشكل ديال فقر الدم، اما اللي كنتو كتعانيو من المشكل ديال اوميغا 3 ناقص اولا اوميغا 3 اللي ناقص عندكم ونقص ديال فيتامين دي، غادي تضيفوا معها ملعقة ديال زرعة الكتان. الوصفة ديالنا وصلت نهاية ديالها، اولا الحلقة ديالنا وصلت نهاية ديالها، ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم تهلاو.